في حدود سوريا مع الجولان المحتل، لطالما شكلت الجبهة الفاصلة مع إسرائيل لغزاً لا يمكن للسوريين التوسع فيه، لتدور الأيام وتصبح تلك الأراضي التابعة لقرى ريف القنيطرة الغربية فسحة أمان بين البحث عن أمل والبحث عن وطن. إنشاء مخيم الأمل قريباً من تلك الحدود، ولكن وإن ابتعد الناس عن لهيب الحرب، هل ابتعدوا عن ضراوة وقساوة الحياة التي تضيق بالناس؟ عشرات الخيام نصبت قرب جبل تتموضع عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هرباً من طيران النظام الذي لطالما تغنى بالمقاومة. يضم مخيم الأمل أكثر من 90 عائلة متنوعة الشرائح، فمنهم من ريف درعا ومنهم من سكان المحافظة. وضعنا مأساوي، البرد، يعني الخبز بالمكاتل لا يجي لهون، قاعد منجيب الخبز يعني الربطة 125 ورقة و100 ورقة، يعني كل عيلة بدها 500-600 ورقة خبز كل يوم. يعيش النازحون أسوأ أيام حياتهم، فطبيعة أرض المخيم الوعرة تجعل شتاءهم داخل خيامهم وصيفهم لا يعرفون أي وحش بري سيهاجم صغارهم. وشبك حدودي ملغم من الجانب الإسرائيلي، وبراميل وطائرات الأسد من الجانب السوري. في ظل هذه الطبيعة الغير مؤهلة للسكن تجد شحا في المعونات والفرش والأواني، فأغلب هؤلاء النازحون خرجوا من بيوتهم حفاة عراة. ففوق ظلم الطبيعة يأتي ظلم الإنسان، ويقول السكان إن العودة إلى منازلهم المدمرة والمحروقة يبقى أفضل من 100 مرة على العيش في هذا المخيم.